المحاضرة اللي فاتت أخذنا البروجكت على الفاشن انست وطبقنا فيه يعني ابلكيشن على الديب ليرنينج السي ان ان بالتحديد. بقي علينا في المحاضرة اللي فاتت انه نعمل البلوت عشان نشوف فيجواليزيشن للريزلت، وحكينا كمان بدنا نشوف كيف بدنا نعمل الايرنينج كوبينج بحيث انه نتاكد انه النيورال نتورك بتوقف تريننج من دون ما يكون في اي اوفر فيتنج. تمام، فبنعمل احنا ايرلي ستوبينج على الفاليديشن. تمام، خلينا نبدا من المحاضره اللي فاتت. بس نفتح الجوجل كولاب ونفتح الفايل اللي اشتغلنا عليه المحاضره اللي فاتت. تمام، لسه بس ما فتحنا النوت الثاني. هلا بس انتوا اعملوا اوبن للملف اللي اشتغلنا عليه المره اللي فاتت اللي هو برنامج او كود ديب ليرنينج على الفاشن. طبعا هذا الكود بس اذا حدا ما ظبط معه من فايل تعملوا اوبن نوت بوك وبعدين بتروحوا على ابلود بعدين بتكبسوا هون وبتعملوا براوز للمكان اللي مخزنين فيه الكود وبتعملوا له ابلود. تمام، هلا طالما بدنا نعمل له ابلود من جديد يعني معناها انه الران تايم كان ديسكونكتد، يعني كان فاصل عن سيرفر الجوجل كلاب، وبالتالي لازم نعمل ران لكل بلوك من الكود على حدة. نعمل ران من البداية. تمام، نعمل ران للبلوك الثاني. ونعمل ران للبلوك الثالث. البلوك الثالث ما تعملوا له ران، اللي هو فيه الانيشاليزر أو الاوبتمايزر اللي هو هون. خلينا نضيف عليه الايرلي ستوبينج. طبعا الايرلي ستوبينج موجودة في هذا الباكج، فبتستدعوا هذا الباكج from keras.colab import model checkpoint early stopping. هذا هو الباكج. طبعا الايرلي ستوبينج وين بنحطه؟ بنكون متاكدين انه عرفنا اوبجكت الايرلي ستوبينج قبل الفيتنج، قبل عمليه التريننج للنيورال نتورك. تمام، فمثلا هون انا حاطه فاريبل اسمه اي اس، تدعينا الايرلي ستوبينج، حكينا له يعمل مونيتورنج على شو؟ على الفاليديشن لوس. احنا حطينا validation data. تمام، وكان في عنا two errors validation loss و training loss، فاحنا خليناه يعمل monitoring هون على validation loss لانه هذا اللي بدنا اياه، ويتأكد ايش انه validation loss وصلت المينيموم. بس validation loss توصل المينيموم يعني في المرحلة اللي تبلش فيها validation loss يعلى يوقف يعمل early stopping. تمام، فاذا هنا احنا حكينا له ES عرفنا object واستدعينا الايرلي ستوبينج وحكينا له اعمل مونيتورنج على الفاليديشن لوس بالكرايتيريا لما توصل الفاليديشن لوس المينيموم قبل ما يبلش يعلى مرة ثانية. تمام، هلا هذا هو الكوماند اللي عرفنا فيه object الايرلي ستوبينج. هلا هذا الايرلي ستوبينج بندخله في عملية التريننج. تفضل اسامة. تفضل اسامة. ممكن دكتور ممكن يعني شلون افتح يعني اخذ الكود واحطه على جوجل كلاب لو اسوي له اوبن يعني عندي شنت موجود؟ اوكي، تعمل فايل بعدين اوبن نوت بوك بعدين ابلود بعدين بتكبس على هاي اللي هي ابلود داتا براوز. تمام، بعدين بتختار وين انت منزل الكود وبتكبس على دبليو فليكس وبتعمل اوبن وبتعمل دان لكل البلوكات اللي فوق الا البلوك هذا اللي احنا شغالين فيه اللي هو initializer optimizer. تمام، اللي هو احنا حاطين عليه كومنت initializer optimizer، هذا ما بيعمل له run عشان بدنا نعرف فيه الايرلي ستوبينج. بتستدعي الباكج بتعرف الايرلي ستوبينج
object، وبعدين كيف بدنا نضيف هذا الاوبجكت على عملية التريننج. باخر اشي بعد الاي بوكس تمام بنكتب كول باكس، تمام باراميتر اسمه كول باكس، وبنحط فيه بين قوسين الاي ستوبنج الاي اس اوبجكت اللي احنا انشأناه. تمام اذا بس انهينا هاي النقطة، بس كلنا حطينا في الفيتنج حطينا كول باكس وحطينا بين قوسين الاوبجكت نفسه اللي عرفناه هون بالايرل ستوبنج، نعمل رن لهي الجزئية. طبعا احنا هون انتبهوا انه لساتنا ما عارفين اي بوكس 1 يعني 1 نمبر اوف اي بوكس فقط. هلا بعد السيشن انتم ممكن تحطوا عدد ايبوكس كبير مثلا 25 او اكثر، ببين معاكم فعليا انه بوقف قبل ما يوصل الماكسيموم ايبوكس، لانه الايرلي ستوبنج هو اللي بوقفه، وبيطلع لكم نوتيفيكيشن انه الايرلي ستوبنج وقف عملية التريننج. تمام هذا احنا هون وصلنا لهاي الفاليوز، اكيد في ايبوك 1 يعني البرفورمانس مش كتير منيحة. الآن هون إحنا المرة اللي فاتت عملنا prediction يعني دخلنا التستنج على النيورال نتورك على الموديل تبعنا عشان تبحث لنا إياه، وهاي التستنج حكينا هي صور جديدة مثلا إحنا جبناها من جديد يعني ما كانت تعرف عنها النيورال نتورك، تمام ودخلناها على النيورال نتورك الموديل اللي هو الـ CNN موديل تبعنا، وطبعنا الكلاسيفيكيشن ريبورت اللي هي فيها ال ال الاف سكور وال اف 1 سكور والاكيوريسي والامور هاي كلها. الان بدنا نعمل فيجواليزيشن يعني بدنا نطبع هاي الفاليوز تمام اللي الاكيوريسي والتريننج ايرور والفاليديشن ايرور الامور هاي تمام. فلما بدنا نطبع خلينا نحط مثلا هنا نوتيفيكيشن عشان نعرف انه الان بلش مرحلة الطباعة، نعمل هنا print ونحط مثلا evaluating. بس دكتور اللي print بيها مشكلة PML. انا كاتب print تمام شكرا تمام. بعدين حطينا الآن بعدين نحط هون البلوت، نبلش نعمل البلوت. احنا لما استدعينا البلوت أول مرة فوق استدعينا البلوت هون شكينا هيها هون تمام. عرفنا البلوت as plt، فلما بدنا نعمل بلوت لأي شيء نعمل plt dot plot تمام أو plt dot show أو plt dot كذا. إذا object البلوت اللي هو عنا اسمه plt تمام plt style use ggplot يعني له نعرف الستايل تمام. نعرف plot figure plt plot figure. بعدين الآن بلش نطبع على الفيجر والستايل اللي احنا اخترناه plt dot plot. أول إشي بدنا نطبعه اللي هو اللوس التريننج لوس تمام. ف np range اللي هو numpy
صفر ل number of epochs، تمام؟ إنه يعرف الـ x axis vector من صفر ل number of epochs. number of epochs عنا إيش؟ هنسمينا، خلينا نشوف إيش عرفنا هون، number of epochs، هي هذا الغرض، تمام؟ إذا لازم في البلوت نعرف الـ x axis والـ y axis، فالـ x axis اللي هو من صفر ل number of epochs. والواي اكسس اللي هو اللوس، من وين بدنا نجيب اللوس؟ نجيب اللوس من هاد الفاريبل اللي هو الموديل تبعنا اللي صار فيه عملية التريننج، تمام؟ إذا هون اتش دوت هيستوري تمام، ونعرف ايش بدنا من الهيستوري اللي هو احنا بدنا من الهيستوري اللوس. اللوس لحالها معناها التريننج لوس، تمام؟ نقدر هون نعطيها ليجند، يعني يطبع لنا عليها شو التعريف تبعها، ونحط هون التريننج لوس. تمام، نفس الإشي بدنا نعمل لل validation loss، نفس الإشي لل accuracy، لل training accuracy، نفس الإشي لل validation accuracy، تمام؟ فإذا هون بدنا نطبع هذا أربع مرات، ال x axis ثابت اللي هم كلهم أكيد، وال y axis هو اللي بتغير، هلا هون بنحط val underscore loss، تمام؟ طب هدول من وين جبناهم؟ من هون، فرجوا هون، هاي ال loss. هاي الـ accuracy training، تمام؟ هاي الـ val loss وهاي الـ val accuracy، تمام؟ فإذا هلا بدنا نجيب احنا الـ ACC اللي هي accuracy نأخذها من هون، تمام؟ لأن هذول احنا بنجيبهم من نفس اللي بيطبع لنا اياهم الـ history. Validation loss accuracy validation accuracy نغير الليبل هون بس نحط كلمة ليبل انتبهوا لازم نحط كلمة ليبل equal تمام انتبهوا هون قبل ليبل لازم نحط ليبل equal عليهم كل تمام وهون هذا بده يكون ايش validation loss train ACC train accuracy وهاي validation accuracy. أنا أعطيت الليبل نفس الاسم عشان احنا نكون برضو عارفين نتبع معه هو شو اللي طبعا تمام بعدين الآن بدنا نعطيه title .title نعطيه مثلا training loss and accuracy training vs validation ممكن نسميها report تمام x label و y label x label ايش هو؟ plp dot x label عرفنا ال x label هون اللي هو ال epochs فإذا بنحط ال x label epochs y label اللي هو إما loss أو إما accuracy تمام
الليجند، الليجند ممكن نحدد الليجند اللي هو اللي بيكون طابع فيه الليفلز هذول اللي كتبناهم، فاحنا بنقدر نحدد البوزيشن تبعه. يعني في الكروبات ليجند نعطيه لوكيشن بعدين هون نحط lower left. تمام. والآن نعطي إذا بدنا نسيبه طبعا هذا، يعني أنا هون راح أحط عليها comment لأنه بالجوجل كلها ما بسيب، بس إذا بدكم تسيبوا عندكم الريبورت بحيث إنكم تحطوه بالدوكيومنتيشن أو بالبيبر، تمام، فبنحط هون سيف. تمام، وبتعطوا التايتل عليه مثلا هون plot png. تمام، نجرب نعمل run نشوف كيف. دكتور يمكن ما عملت لرن الفوقة ما عملت لرن. لا، اللي فوق احنا عملنا له رن اول باول، فهذا ما في مشكلة. الان احنا وصلنا، واحنا وصلنا الان لهذا البلوت فقط، بس ليش مش المفروض انه يطبع اكو بلوك الفوقة ما عملت لرن، قلت بعدين خليه. لا، هي الريزلت تبعته هي معمول له رن. انا لو مش معمول له رن كان اعطى ايرور، بس هو اعتقد هاي يمكن لازم. هو سيفها بس مش عارف ليش مش راضي نطلعها. تمام، بس سيفها هي. يعني احنا نعمل بيس للزوم عشان نشوفها. نطلعها بس ما فيش فيها داتا. بس خلونا نشوف مثلا هون الحين أيضا اوكي. المشكلة انه احنا حاطين ايبوك واحدة، فهو ما بيقدر يرسم نقطة واحدة فقط. تمام،
إذا بدنا نشوف ممكن بس نخليها مثلا تكون 4 epochs عشان نشوف كيف، لأنه ما في مستحيل يقدر يرسم خط بين نقطة واحدة. أقل إشي بنحتاج عشان نرسم خط مستقيم يكون في عندنا نقطتين، تمام؟ فارجعوا على هاي number of epochs، سووها 4، اعملوا run للبلوك اللي فيه number of epochs عشان يرد يعمل من أول جديد update على ال number of epochs. تمام، بعد ما عملنا number of epochs 4 نعمل run لل ال ال البلوك اللي عدلنا فيه ال number of epochs، ونعمل run ل ال training neural network. الآن تعمل epoch ل بتعمل run لل epoch الثاني. بعدين بنعمل run لل results ونشوف results. أعتقد إذا طبقتوها عندكم إنها جاهزة، أعتقد إنه بين عندكم ال results. تمام، هاي إذا نتفرجوا كيف، عشان صار في عندنا عدد epochs أكثر من واحد صار بقدر انه يرسم اللاين. تمام، فاذا الان هي اذا ببين عندكم اللاين كل واحد منهم وكيف هو والاسم تبعه كمان، يعني مثلا اللون الاحمر اللي هو التريننج لوس، هي اللون الازرق فاليديشن لوس، الاكيرسي التريننج والاكيرسي فاليديشن. تمام، كلهم مبين. الان لما مثلا تعملوا عدد الايبوكس كتير كبير، يعني مثلا 25 او 50، فعليا بصير في الاوفر فيتنج، وبيبين عندكم انه التريننج ايرور بنزل والفاليديشن ايرور بنزل، وفجاه بصير الفاليديشن ايرور يعلى وبين عندكم الايرلس تبين. تمام، فان شاء الله راح ابعث لكم اياه بعد المحاضره اللي هو الفايل كامل هذا مع الابديت. العفو دكتور، شنو طلع عندك النقص؟ يعني ما كان في نقص. احنا حكينا انه لما بده يرسم لاين، لما بده يرسم بلوت، احنا كنا حاطين نمبر اوف ايبوكس واحد هون. تمام، اوكي، فلما بده يرسم بلوت ما بقدر يرسم بلوت على نقطة واحدة، لانه ما انت لما بدك ترسم خط مستقيم لازم يكون في عندك نقطتين عشان ترسم فيهم خط. بس اذا كان في عندك نقطة واحدة ما بترسم خط، بترسم نقطة. تمام، فاحنا عندنا الاكس اكسس اللي هو نمبر اوف ايبوكس. لما كنا حاطين نمبر اوف ايبوكس واحد ما قدر يرسم نقطه خط، لانه هي كانت نقطه فقط. تمام، فهون بس عدلنا نمبر اوف ايبوكس، سويناها اكثر من واحد، ضبط انه يعمل خط بينهم، لانه صار في عنده اكثر من نقطه يوصل بينهم. اوكي، صح، تمام، هذا هو فقط. يعني ما كان في نقص، كان في فقط احنا من السرعة المرة اللي فاتت سوينا نمبر في بوكس واحد بس، اكيد ما راح يقدر يرسم عليه. تمام، اذا هذا هو الفيجواليزيشن للريزلت. تاخذوا هاي الصورة مثلا اللي هي البلوت بي ان جي، تحطوها بالدوكيومنتيشن بالبيبر. تمام، بحيث انكم تثبتوا طبعا مع الريبورت هاب، مع الريبورت اللي طلع عندنا، بحيث انكم تثبتوا ال contribution او تثبتوا ال accuracy. اوكي، الان ننتقل، اذا كل شيء واضح، اذا ما حدا عنده سؤال او استفسار، ننتقل للبروجكت الثاني بدنا نبلش فيه اليوم، واللي هو بروجكت ال text recognition.
تمام، يعني بيكون في عندنا نص وبدنا النيورال نتورك تحول هذا النص لتكست زي هذا التكست، تكست يعني editable. تمام اوكي. ف بهذا انا تفضل تفضل. العفو دكتور، بس السامبل السامبل داتا التقسيم مالتهم ممكن تفد اقل ربع دقيقه بس تفوت عليهم تقسيمه السامبل داتا هاي قصدك؟ لا لا، وانا على 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 جهه اليسرى هاي اي بالضبط. اي بالضبط. لا هذا شيء ثاني، هذا هذا موضوع ثاني، هذا مش لا مش للشغل تبعنا، هذا بس عندي انا من الاول على الـ على الكلاود، بس هاي هاي الداتا سيت تبعتنا. تمام، وهي الداتا سيت المره اللي فاتت حكينا انها الداتا سيت هاي من الاصل مقسمينها لاربع فولدرز وبكل فولدر في تريننج وتستنج. تمام، اللي هي قصدك اللي هي على الاي كلاود السمبل داتا؟ لا لا، هاي موجوده شفناها المره اللي فاتت في الجيت هاب. تمام، واحنا استدعيناها من هون فرجون، هي عملنا امبورت منها. اوكي تمام، فهاي مش نفسها، هاي هذا من عندي، هذا ملف الي يعني من زمان انا شغال فيه. تمام، اما الداتا سيت اللي انفاجن امنست احنا استدعيناها عن طريق الباكج، هون عملنا امبورت للباكج اللي هي داتا سيت اوريدي موجوده في الكلا في الكراس، وبعدين عملنا لها لود وشفنا لما دخلنا على الجيت هاب لهاي الداتا سيت شفنا انهم مقسمينها لتريننج انبوت وتريننج اوتبوت وتستنج انبوت وتستنج اوتبوت، هي مقسمة وجاهزة مانيوال، هم مقسمينها وحاطين كل نوع بفولدر. تمام، فاحنا لما استدعيناها عملنا له اربع فاريبلز وصرنا نشتغل على الاربع فاريبلز هذول. واضحة؟ تمام تمام، عشتي دكتور. اوكي تمام. طيب الان اذا ما حدا عنده سؤال كمان خلينا نشتغل على البروجكت الجديد اللي هو التكست التكست ريكوجنيشن. هلا بالتكست ريكوجنيشن راح نستخدم الاو سي ار، وهاي تحتاج تعملوا لها انستول، فما راح بعث لكم خطوات عشان تعملوا لها انستول. عملتوا لها في حد ما زبط معه الانستول لها؟ والله دكتور انا يعني ما يعني نزلت وحتى باليوتيوب شفت هذا بس ما عرفت يعني شلون اسوي الخطوات. اوكي خلينا نشوف لكم. تمام، اول اشي بدنا نروح على هذا الرابط اللي هو من الجيت هاب. دكتور انا نزلتها بس الباث ما لقيت يعني نفس هذا الرسم، يعني نزلتها على الباث مالتي الخاص على الكمبيوتر. ما في مشكلة اكيد. تمام، وهاي هاي اللي هي 64 بت، نكبس عليها وان كليك تمام وتنزل عنا هون. طبعا انا راح اعملها كانسل لانها موجودة عندي. تمام، تكون موجودة، تنزل عندك هذا الملف. تمام، تكبس عليه دبل كليك وبتعمل انستول، نكس نكس نكس، تعمل انستول عادي. تمام، بس تعمل انستول وهو اثناء عملية الانستول بتتأكد وين نزل. هو بالعادة بنزل على سي بروجرام فايلز او سي بروجرامز، بعدين بنشأ ملف اسمه هذا تست تس ار او ار سي. تمام، هون مثلا هي نروح على بروجرام فايلز، البروجرام فايلز نازل. تفضل.
عفوا دكتور، انا استنسخ اخذت الرابط اللي انت بعثته، اللي المسار اللي انت بعثته اللي هو اليوزر، ها يوزر سمول لتر وبعدين كابيتال لتر، هذا استنسخته للاخير وخليته بدال اللي هو كان يريد ينزله عليه يعني. بس يمكن عندك ما راح يزبط هيك، لانه هذا يوزر معناها اسم اليوزر اللي عندك، مثلا عمر او جاسم او كذا، ما في عندك فيه. بس ممكن اتاكد انه روح على السي، اتاكد انه انشا ملف اسمه يوزر. اذا انشا ملف اسمه يوزر خلاص، فمعناها ملف يعني بالسي صار عندي ملف اسمه يوزر وبالفايلات خلاص اوكي، معناها ما في اي مشكله بالضبط. تمام. هسا انا بالنسبه لي يعطيك العافيه، تمام ممتاز. هسا بالنسبه لي هون انا نزله على هذا الباث اللي هو سي البروجرام فايلز وبعدين اسم الفولدر. بعد هيك بنروح على السي ام دي، يعني بنعمل هون سي ام دي زي اللي تعلمناها في اول محاضره، وبنحط هذا الكوماند pip install by 9، تمام، وبتعمل انستول، فبتعمل هذا الانستول بس، هذول هم الخطوات. تمام اوكي. اذا نزلنا هذا الملف، الان شغلنا ما راح نكمل على جوجل كلاود، راح نشتغله لوكال. هنفتح الـ IDLE، ونفتح ملف جديد ونخزنه. في كمان بعثت لكم هذا اليوم، اللي هو frozen east text، كمان يعملوا له داونلود في فولدر. هذا هو اللي هي التريند موديل اللي فيه معلومات عن الأحرف، تمام. هذا موديل باستخدام الـ OCR معمول له تريننج على كل الأحرف اللاتينية أو بالتحديد الإنجليزي، تمام. فاعملوا له داونلود في فولدر، ولما بدكم تسيفوا الفايل تبعنا الجديد سيفوه بنفس المكان اللي فيه هذا الملف. مثلا هون انا عندي حاطه هون، حاطه هيو هذا الفايل بهذا الباث، فانا لازم اسيف الكود تبعي بهذا الباث عشان لما نستدعي ما نضطر نكتب الباث، تمام. هاي هون مثلاً بيسمي session 8 underscore، تمام. الكل عمل زي هيك. الآن بدنا نعمل import لل important packages اللي رح نستخدمها. import numpy. ترقيش ممكن عادة سريعة بلا زحمة هيك؟ لا إيه عادة، لا ايه الخطوة اللي حفظنا بها الملف، يعني انا حفظ على نفس الملف اللي حفظت به الباث؟ مش ضروري، لا المهم انه يكون في عندك فولدر، وبهذا الفولدر انت حاطط الفايل هذا، وبنفس الفولدر حاطط السكريبت اللي بدنا نكتبه، تمام. يعني زي هيك هون شايف، هي هون، هي عندي هذا الفولدر، وهي عندي الفايل اللي هسه ان شاء الله السكريبت تبع البايثون، تمام دكتور. نعم تمام. وبعدين بنستدعي امبورت للباكج اللي عملنا لها بيب انستول امبارح، تمام، اللي هي هاي الباكج، هاي تمام، لما نعملها امبورت. بعدين بدنا نعمل import للargument parser، تمام. import اعتقد هذا كمان يمكن تحتاج تعمله pip install arg parse، تمام.
إذا هذا خلينا نروح كلنا مع بعض نتأكد إنه موجود ولا مش موجود. نروح على CMD نعمل pip install لا ال ARG parts. تمام أنا بالنسبة عندي أحكي لي إنه نازل already بس تأكدوا إنه عندكم كمان نازل أو لا. طيب إذا أنا بعملنا install خلينا نكمل نعمل import لا من CV2. تمام الآن بدنا نعرف function. هذا الفانكشن عشان يأخذ الجيومتري للحرف تمام اللي هي عرفنا في التكست اللي احنا رح نبعث له اياه عرفنا number of rows and number of columns تمام. بعدين بعمل initialization للbounding box على مكان التكست تمام. وبعدين بعرفنا الconfidence score يعني هو كم متأكد تمام يعني قديش هو متأكد إنه هذا نص تكست يعني لأنه يعني التكست ما بيكون ممكن صورة أو ممكن يكون مكتوب بخط الإيد تمام. فهو بالبداية بده يعملنا localization لمكان التكست تمام. فهذا بدنا نسوي له function تمام. هذا الفانكشن نسميه decode underscore predictions تمام. وهنا بدنا نحط فيه السكورز عن اي اسم ممكن تسموه عن الفانكشن عادي اللي بدكم اياه والفاريبلز برضه ممكن تعطوها اي اسم تمام. سكورز جيومتري انتبهوا من نقطتين عشان ياخذ المحاذاه انتبهوا انه اخذ عندكم المحاذاه تمام. إذا الآن خلينا نعرف number of rows number of columns equal scores dot shape نعرف كمان two lists فاضيين عشان نعبيهم بعد شوي نسميها rect نحط فيها rectangle data والconfidence نحط فيها الconfidence تمام. الآن بدنا نمشي على الrows كلهم عشان ناخذ الجيومتري تبعه 4 مثلا y n range number of rows خذوها copy paste من هون عشان spelling تمام. الآن بدنا أول إشي بدنا نعمله بدنا نعمل extract للscores اللي هو ال probability ال confidence يعني إنه هل في هذا المكان في text ولا لا تمام. بعدين extract لgeometrical data used to derive potential bounding box اللي هو فعليا localization للtext ال x وال y وال w وال h للtext. بعدين الكوردينيتس اللي هو احداثيات التكست تمام. خلينا بالبداية نعمل اكستراكت للسكورز الفاريبل اللي اسمه سكورز اللي جانا من هون اللي هي الصفر
معنين الجيومتري الاند نبلوجي اللي هو الكوردينيتس واللي راح نستخدمهم في الباوندينج بوكس. الجيومتري نفس هذا نقطة البيس الارجومنت نكرره أربع مرات ونغير الرو الكلم الأول الثاني الثالث. عفوا هذا مش صفر أمين صفر صفر مش ديستنس صفر واحد صفر اثنين تمام عشان ناخذ كل ال dimensions من أربعة اتجاه. الآن الـ angles data equal geometric and تمام. الآن نطلع من scope 4 نعمل one backspace. بدنا نعمل الآن 4 على number of columns تمام loop يعني على number of columns. بالبداية عملنا loop على number of rows. إذا الآن بدنا نبلش نعمل 4 loop من صفر لل number of columns. تمام هلا number of columns بنكمل إذا كان الكونفيدنس اللي طلع عنا هون عالي بنكمل، أما إذا كان الكونفيدنس مش عالي معناها إنه هذا most probably مش text، فبالتالي ما في داعي إنه نكمل في الفانكشن كامل. تمام فإذا هون بدنا نشيك على هذا الفاريبل ونقارنه بثريشولد. طبعا هاي الثريشولد هي trial and error يعني إحنا هون مثلا بدنا نحطها 0.5 تمام بس ممكن انتو يكون مثلا في الصورة عندكم في نويز فتحتاجوا تقللوا هذا الكونفيدنس يعني مثلا تسووا probability انها تكون مثلا 0.3 او كذا. فبعتمد على طبيعة النص وطبيعة الصورة تحديد الثريشولد يعني. تمام فهاي الثريشولد اللي هي 0.5 ترايل اند ايرور. تمام فهون بدنا نحط اف ال accuracy او ال confidence less than 0.5 continue تمام يعني بيطلع من ال iteration. تمام يعني على الكولوم هاد اذا كان الكونفيدنس قليل اقل من الثريشولد بيروح بنتقل على الكولوم اللي بعده. تمام هاي معناه تمام الان الا اذا كان مثلا الكونفيدنس اكبر بدنا نكمل في الايتريشن هاي. فشو لما بدنا نكمل بنأخذ الأوفست X والأوفست Y اللي هو الأوفست فاكتور اللي جايينا من الفيتشر. تمام هلا بدنا نعمل له بعدين مابينج على الانبوت ايمج فلازم يكون تقريبا أربع مرات سمولر من الانبوت ايمج. طبعا هذا الإشي مش واضح ممكن هسه كثير لأنه يعني لازم نكون فاهمين من قبل مواضيع بالبارسينج مواضيع بالاو سي ار والامور هاي. لكن الان لما ندخل على الفانكشن الرئيسي المين كود راح تتوضح الامور بشكل اكثر. تمام لكن الان نفهمها بشكل ابستراكت انه اذا كان الكونفيدنس عالي معناها ماست بروبابلي انه في هنا تكست فخلينا ناخذ الاوفست لهذا التكست
والأوفست هذا يكون مضروب ب يعني 4 مرات أقل من الانبوت إيمج. ليش 4 مرات؟ ليش مش 6 مرات؟ ليش مش مرة واحدة؟ ليش مش نفس السايز؟ برضو هذا بيعتمد على الترايل أند إيرور بيرفورمانس. ضربنا x في 0.4 y ضرب 0.4. تمام. بعدين الآن بدنا نطلع relation. تمام. we now will extract the relation angle for the prediction and compute the sine and cosine. تمام. عشان نعرف إذا كان مثلا الكيرف يعني التكست جاي بشكل كيرف او بشكل فيرتيكال او كذا. تمام. فاذا بدنا نطلع الانجل نطلع منها الساين والكوساين ايكوال انجل داتا كل شيء كوبي بيست افضل. بعدين الكوساين equal np dot cosine لا الانجل. الساين نفس الشيء. تمام. اذا الان اخذنا المعلومات. بعد هيك okay, and then بعد هيك we will use the geometric volume to derive the width and height. تمام. اذا اخذنا الانجل الان ضل علينا الwidth and height. طبعا الwidth and height احنا في عنا already الx والy والbounding box شو بلزمه الwidth والhight. تمام. اذا هنا h equal x data 0 زائد x data 2. تمام. الويت 1 مع 4 1 مع 3. تمام. الآن هلا ال x وال y هذول اللي عنا هما بيمثلوا لنا كل ال x's وكل ال y's لل boundaries للمستطيل اللي احنا حكينا او لل area اللي فيها التكست. تمام. فاحنا بدنا ناخذ ال start وال end كلهم. تمام. احنا اذا بدنا ناخذ ال start x ال start y ال end x وال end y. اي اند مثلا x equal العفو دكتور هاي ال ال x داتا q لا هاي عفوا هاي 0 مع 2 1 مع 3. اوكي. الان بدنا نجيب الاوفست. تمام. نحطان الأوفست هاي الأوفست. تمام. الأوفست لـ x. تمام. زائد الكوساين هاي ساين. انتبهوا هاي ساين. أنا نسيت أغير هاي ساين. تمام. زائد
كوساين ضرب الاكس داتا 1 بالاكس. اوكي زائد ساين نفتح قوس اول ساين ضرب الاكس داتا 2 الاكس. سكر القوس الأول وسكر القوس كامل تبع الآيات. تمام هذا إيش؟ هذا الـ end x الـ end y offset الـ y بدل offset الـ x offset الـ y. بعدين بدل كوساين ساين الـ data 1 x data 1 x زائد كوساين data x data 2 لل x. هاي ال end y. تمام هاي ال end y انتبهوا انه هون offset y ساين بدل كوساين. start معادلته سهلة. احنا اوريدي عندنا ال W وال R فبنقدر نعرف ال start. start x equal int ال end x ناقصا ال W int W نعملها هون. تمام وال start y بالتالي راح تكون الـ end y ناقصا الـ h. تمام بعد ما أخذنا الـ coordinates الآن بنقدر نرسم الـ bounding box. تمام فكيف بدنا نرسمه؟ rect rect هاي من وين؟ اللي هو هذا. تمام انت نفسه جيبوه كوبي عشان نعمل append يعني نعبي فيه المعلومات دوت append ايش بدنا نحط فيه المعلومات هاي اللي جبناها هون اللي هو الستارت والاند عشان نقدر نطبعها على الصورة باستخدام الريكتانجل. تمام ولن start x copy paste. تفرجوا انا اكثر اشي بجيب copy paste عشان ما نتخربط بال syntax. start y بعدين end x end y second percent confidences برضو بدنا نعملها append. دوت أبند سكورز داتا ال x. تمام ها كوبي الآن نطلع من الـ if statement نطلع على مستوى الـ for. تمام بس طلعنا على مستوى الـ for بدنا نرجع إيش؟ بدنا نرجع الـ vect وبدنا نرجع الـ بدنا نرجع الـ vect وبدنا نرجع الـ confidences اللي هم المصفوفات. تمام تمام اذا الان بدنا نرجع المصفوفتين الفيكت والكونفيدنسز. بدنا نطلع من سكوب الاف بدنا نطلع من سكوب الفور
نتأكد إنه إحنا داخل سكوب الديب، تمام؟ يعني إحنا على مستوى الفورات هذول، تمام؟ بنفس السطر. فهنا بنحط ريتيرن. Inbacks and confidences. هذا راح رجعنا إلى المصفوفات اللي فيها معلومات عن إيش؟ معلومات عن مكان الباوندينج بوكس اللي بدنا نرسمه حول التكست. يعني فعليا راح يرجعنا مكان التكست. تمام؟ إذا هيك طلعنا من ال definition اللي سويناه. خلينا بس نعمل run نتأكد إنه ما في syntax error أو ما في error بسبب المحاذاة أو أي مشكلة. نعمل run وبعدين ننتقل نكتب كود المين. تمام، ما أعطى error معناها المفروض إنه ما في أي مشاكل. طبعا هو ما دخل فيه كله، لكن إذا في أي مشكلة syntax أو مشكلة محاذاة بيطلع error. تمام، بس هو ما نفذ فعليا. تمام، الآن أول خطوة اللي بدنا نعملها بدنا نقرأ الصورة اللي فيها التكست. الآن أنا بعثت لكم مجموعة صور هون، مجموعة صور فيهم تكست. فهذول الصور لما تعملوا لهم داونلود حطوهم بنفس الفولدر اللي حطينا فيه هذا الفروزن تكست والفولدر اللي فيه الكود تبعنا، عشان لما نستدعى الصورة ما نضطر نحط بعث. تمام، فإذا خلينا نقرأ صورة مثلا هون CV2 أو أول إشي نعرف variable image equal CV2.imahid ونعطيه اسم صورة من الصور اللي عندنا بالفولدر. مثلا هون أنا عندي موجودات في الإيميجز فراح أضطر إني أعطيه path images. تمام، وبعدين اسم الصورة. فهنا راح احط، ممكن انتوا اذا حاطينها دايركت ما بتحتاجوا تحطوا بعد. تمام، انتبهوا من هاي النقطة، اذا حاطينه دايركت ما بتحطوا اسم الفولدر، بس انا حاططهم جوا فولدر. فمثلا راح اعرف هاي اللي هي example 2 طبعا extension راح احطها. تمام، انتبهوا من نقطة الباث، إذا انتوا حاطين الصور بنفس الفولدر ما بتحتاجوا تحطوا باث. تمام، الآن عشان بدنا نشتغل على هاي الصورة، تمام، ما بدنا إنه تخرب يعني هاي الصورة الأوريجينال، فبالتالي بدنا ناخذ منها كوبي. فخلينا ناخذ كوبي بهذا الشكل أوريجينال equal image.copy. تمام، ايش عشان نحتفظ في الصورة الاوريجينال، لما بدنا نطبع عليها الباوندينج بوكس، لما بدنا نطبع عليها التكست اللي مكتوب كتابة بسينتاكس الكمبيوتر، ما يعطي عندنا مشاكل، يعني لانه الصورة ما تكون موديفايد، لانه هاي الصورة اللي قرأناها اللي اسمها ايميل راح نعمل عليها كتير موديفيكيشنز. تمام، الآن خلينا ناخذ الشيب لهاي الصورة زي ما تعلمنا زمان. صورة الأوريجينال، شيب الأوريجينال، أوريج دوت أوريج هاي وأوريج ويت إيكوال إيميج دوت شيب. تمام، الآن بدنا نضيف ال width والhight هدول اللي شفناهم أو اللي استخرجناهم الآن، عشان نعرف التغيير، يعني درجة التغيير على ال width والhight اللي بدنا نعدلها. تمام، فبالتالي أول إشي بدنا نعمل new width و new height.
نعرف variable وبعدين نستخدم new width والnew height والoriginal width والoriginal height عشان نشوف درجة التغيير اللي صار. تمام؟ فإذا هون new h new h new w equal 22 23. ليش اخترنا هذا السايز؟ برضو حسب البرفورمانس. الآن ratio of change ratio لل w ratio لل width equal ال original width same new width. بس النيو ويت الاوريجينال احتمال انه يكون فلوت، فخلينا نعمل هون فلوت بس عشان نكون اكيدين يعني انه ما يصير في عندنا المشكله بالتقسيم. الاوريجينال هايت أو ratio من height الـ original height تقسيم الـ new height. تمام. الآن بدنا نعمل resize للصورة حسب الـ new shape. p equal image image equal cv2.resize الـ image. تمام. ونعطيها من نعطيها الـ view x و الـ view w. عشان بدنا نستخدمهم لازم هدول الـ x و الـ y بتاخد الـ x الـ view الـ x بس عشان ما تتخربط، ولا هم نفس القيمة. تمام. بس عشان ما يصير عندكم كونفليكت، أول إشي الـ W بعدين الـ H. الصورة بتوخذ بهذا الشكل، ففي حال إنه كانوا مختلفين عن بعض بتفرق، بس بحالة نهاية ما بتفرق. تمام. نأخذ شيب جديدة H W equal image.shape. تمام. الآن راح نستخدم الـ East Detector اللي هو نزلناه هون، اللي هو هاد Frozen East Text Recognition Detector. تمام. هذا موديل جاهز تريند على أحرف كثيرة، طبعا الـ Performance تبعته مش كثير منيحة، فممكن إنه الـ Task تبعتنا في هاي المحاضرة إنه ما نستخدم هذا الموديل، ممكن إنه نكون نستخدم الـ CNN أو الـ أو الـ أو أو مثلاً support vector machine أو أي نوع من أنواع الـ classifiers، بحيث إنه ندربها على أحرف كثيرة وتصير الـ recognition أفضل من هذا الـ trained model. بس إحنا هون رح نستخدم الـ trained model. تمام. خلينا نشوف كيف ونشوف كيف البرفورمانس تبعته حتى ما راح تكون كثير عالية، وكيف احنا ممكن نحسن من أداء. تمام. الآن بدنا نعرف الـ Output Layer، يعني أسماء الـ Output Layer لهذا الـ Classifier أو لهذا الـ Detector اللي هو الـ East Detector. تمام. هلا The First Output Layer Probability and اللي هي الـ probabilities احتمالية حدوث التكست أو احتمالية يكون هذا التكست. second ممكن نستخدمها to derive the bounding box coordinates of the text. تمام. فإذا الأولى ممكن نحطها الـ probability، والثانية نستفيد منها
عشان تعطينا الأربع coordinates للباوندينج بوكس. ف يعني المستفيد منه زي المثال اللي حكيناه المرة الفاتت إنه يعطينا localization ويعطينا recognition. تمام؟ فإذا أول layer راح تعطينا the probability اللي هو احتمالية إنه هذا text ولا مش text. تمام؟ والثاني output راح يعطينا إياه اللي هو tuple أو vector يكون فيه الأربع coordinates للbounding box حوالين التكست. تمام؟ فهذا راح نسميهم layer names equal. تمام؟ وبدنا نحط هون الاسم اللي هو feature fusion. انتبهوا كيس sensitive. تمام. convolution 7 con underscore 7. تمام. ايش تكون نوعها؟ sigmoid. طبعا ليش sigmoid؟ ليش مش value؟ ليش مش اي شيء تاني؟ برضو هاي trial and error بتزبط، بس هي فعليا recommendation من اللي عملوا تريننج لهذا ال ايست ديتكتور، يعني من عندهم معطين استخدموا هاي السيتنجز افضل. الثاني هون نحتاج فقط الفيوتشر كونفيوجن، بعدين نحط كونتاكت كونكات underscore 3 concat underscore 3. عرفنا اسماء layers. من الان بدنا نعمل load للtrained east model. خلينا نعمل طباعة بس عشان نكون نعرف احنا وين واصلين. الان loading the pre-trained east model. تمام. هو طبعا neural network، فبدنا نعرفه model network net. في سؤال؟ تفضل. اوكي. dot dnn. طبعا في صورة من الصور اللي بعثت لكم اياها هي مرسومة على البين، مرسومة بخط الايد على البين. تمام. بس احنا راح نعمل كمان واحدة جديدة عشان نشوف الفورمة. دكتور ناخذها نفسها نفتحها على البين ونشتغل عليها. ما في مشكلة اكيد. ما في مشكلة. شكرا. يلا. تمام. اوكي. اذا الان بدنا نستدعي الموديل. تمام. فهنا شوفوا كيف لما يكون في عندنا موديل جاهز ما بننشئ موديل وبنعطيه configuration وبنعمل له fit وبنعطيه مثلا compile وكذا زي المرة الفاتة. فقط زي بهذا الشكل read network فقط. تمام. read network على طول يعني. تمام. هلا هون بنجيب اسم الموديل، اسم الموديل اللي بدنا نستخدمه فقط. هيك بصير كأنه احنا عرفنا موديل واعطيناه اوبتمايزر وعملنا له تريننج وصار تريند بكواليتي معينة وجبنا له انبوت داتا سيت وتريننج داتا سيت وكذا، كل شيء جاهز الان في هذا التريننج موديل. تمام. وهي صار عندنا شو اسمه نت. دكتور احنا اللي هيك دربنا نيورال نتورك باستخدام هذا الموديل؟ لا، هاي مدرب وجاهز، اسمه تريند موديل، هذا مدرب وجاهز. طيب يعني التاسك تبعت المحاضرة هاي انكم بدكم تدربوا نيورال نتورك وتعملوا موديل زي هذا الموديل بالبرفورمانس تبعته تكون افضل بنفس السكيلز اللي تعلمناها المرة الفاتة. طب معناته شو البارامتر اللي اعطيتها للنتورك؟ يعني شو اللي يعني عملته النتورك هون؟ مش فاهم السؤال. اقصد اذا دكتور اذا النتورك متعلم بتحكي متعلم وجاهزه، طب يعني
هون انت عملت ريد نت يعني هذا موديل جاهز خلاص متدرب على كل شيء. هذا موديل متدرب هذا موديل عاملينه في الاوبن سي في ومدربينه على ال الانجليش كاركترز. انت يعني قرات نتورك كانه دكتور هيك مدرب وجاهزه. ما حكينا هذا مدرب وجاهز بري ترين. يعني احنا لما مثلا المره فاتت عملنا ديزاين للنيورال نتورك وحددنا لها اللايرز وحددنا لها الويدث والديبث والهايت والدنس وكل هالتفاصيل هاي وحددنا لها الايبوكس وجبنا لها داتا سيت كبيره وتريننج وتستنج وفاليديشن وانبوت وتارجت وكل شيء وعملنا لها اوبتمايزر وعملنا لها كومبايل وعملنا لها بعدين فيتنج دربناها عدد ايبوكس معين وتاكدنا انه ما في اوفر فيتنج وكل إشي عملناه لو سيفنا الموديل بنقدر نستدعيه بهذا الشكل. هلا هم عملوا نفس الإشي هذاك وسيفوا الموديل احنا استخدمنا الموديل تبعهم جاهز. الاساينمنت تبعكم في هاي المحاضره انكم انتم بدكم تعملوا نفس الإشي بس هاي الجزئيه انتم بدكم تصمموا الموديل تبعها تمام. بهاي الجزئيه بدكم انتم تصمموا الموديل تبعها نفس الطريقه اللي تعلمناها بالمحاضرات اللي فاتت كيف تنشؤون النيورال نتورك تمام. بينما هون احنا بدنا نستخدم معلومات موديل جاهز لكن الاسايمنت انتم بدكم تدربوا موديل من سكراتش يجيبوا له احرف وتدربوا تمام. اوكي اذا الان بعد ما استدعينا الموديل بدنا نعمل كونستراكت لاب بلوب. البلوب اللي هو المكان اللي بده يكون فيه بلوك يعني تقريبا ممكن نحكي عنه تمام بلوب ايمج وبنعمل فورورد باسنج للموديل تمام. يعني بلوب ايمج بنوديها هاي البلوب على الموديل هذا اللي انشأناه اللي اسمه نت وبنعمل فورورد باسنج اكيد ما في باك لانه ما في تريننج فقط فورورد عشان ناخذ منه الاوتبوت اللي حددنا له اياه اللي هو الكونفيدنس والكونفيدنس والاربع باراميتر للباوندنج بوكس تمام. فهنا خلينا نصمم البلوب. هذا الجزئية بدي انا احطها بين تو كومنتس عشان هاي الجزئية اللي انتوا راح تخيلوها في الكود والباقي الكود راح يكون زي ما هو من دون اي تغيير تمام. بلوب ايكوال cv2.dnm.blob.from. الصورة الايمج اللي طبعا عملنا لها resize تمام. وفي بعض الباراميترز هاي الباراميترز هي من برضو اللي صمموا الموديل يعني 0.1.0 بعدين نعطيها ال height و width بعدين دايما بتاخد المصفوف اللي هو بعدين تمام. بعدين نعطي القيم تمام. طبعا هاي القيم زي ما حكينا ريكومنديشن يعني ناخذها زي ما هي لانه عملوا هم ترايل اند ايرور بشكل كثير وبين عندهم انه هاي الفاليوز او هاي البارامترز بهاي القيم افضل بيرفورمانس
الآن net equal set input نبعث لها forward passing تمام. هلا بدنا ناخذ منها ال output scores يعني بس ناخذهم نفس الاسماء. اوكي scores confidences عفوا scores و geometric scores و geometric خليني افضل نكتبها من نحط عشان بعد شوي لما نستدعي برضو نستخدم نفس الاسماء وما يصير في فرمطة scores و geometric equal net dot forward ايش بدنا نعطيه؟ الايرنت تمام. فاذا هذا اللي بده يرجع لنا اياه بالاوتبوت تمام لما يدخل فيه الايرنت اسماء الايرنت تمام. الآن بدنا نعمل decoding للprediction اللي للoutput اللي طلع لنا إياه. بدنا نعمل decoding وبدنا نعمل suppress للnon maxima. يعني هلا هو لما يطلع لنا output كيف ال softmax تمام تقريبا بيشبه عمل softmax، لكن الآن إحنا بدنا نسويها manual تمام باستخدام دالة موجودة. الـ output الـ confidence تبعه مش كتير عالي، بدنا نعمله suppress بحيث يضل فقط الـ output الـ confidence تبعه أعلى شيء تمام. فإذا هنا بدنا نحط text هي هاي هدول انتبهوا جبناها من return فنستخدم نفس الأسماء تمام. إذا بكت confidences equal decode predictions تمام، ونعطيه شو بالانبوت اللي هو scores و geometry تمام. هاي decode predictions بتعمل decoding وبتعمل suppress للnon maxima فقط، بتطلع بترجع لنا الماكسيما الجلوبال ماكسيما يعني البوينت اللي هو في عنده high confidence انها هاي هي text تمام. خلينا الان نصمم البوكسز بوكسز فقط للنن ماكسيما تمام، فقط للنن ماكسيما بدنا نكتب نن ماكس بريشر ان في اري بروبس equal probabilities equal confidences منها بيقدر يعرف ال منها بيقدر يعرف ال confidence ويحسب ال global max تمام. الآن بدنا نعمل vector لل results
وبدنا نمشي على كل الباوندينج بوكسز اللي طلع لنا اياهم هون، تمام، ونضيفهم وين على الصوره، تمام. فاذا هون بدنا نعمل فور على الباوندينج بوكس، شو بيكون فيه اللي عرفناهم بالفانكشن اللي فوق اللي هو الستارت، start x, start y, end x, end y، تمام. نقدر نجيب اللي هو الاتن، ناخذهم نفس حرف يعني ما يصير في مشكلة في السنتكس، تمام. start x start y end x end y موجودين وين؟ في البوكسز. تمام. الآن إحنا لما اشتغلنا على الصورة عملنا لها resize، تمام. لما عملنا لها resize هي كان فيها عنا ratio بين ال original image وال resized image، فالآن بدنا نعمل rescale عشان نرجع bounding box لما نطبعه على ال original image ما يكون bounding box أصغر أو أكبر، تمام. بالتالي لازم يكون bounding box نفس ال ratio بينه وبين ال original image، عشان هيك بس بدنا نضربه هون في الراتيو، تمام. اذا الستارت اكس كل واحدة منهم هذول بدنا نضربها في الراتيو equal int start x ضرب ratio w، تمام. وهذا نفس الشيء راح نكرره 4 مرات. Start x, start y, ratio h, هنا y، تمام. وهنا end x، هنا end x ضرب ratio w، وبعدين end y، end y. تمام. الآن عشان نحصل على OCR أفضل في التكست بنقدر إحنا نعمل apply لبادينج، تمام، بادينج حولين الباوندينج بوكس. هسا هذا البادينج بالبداية راح أنا أحطه صفر يعني أكنه ما في بادينج، تمام. لكن أنتوا بتشتغلوا بتشوفوا كيف لما تعملوا له تيونينج، مثلا تعملوا بادينج 0.1 ولا بادينج مثلا 5 ولا بادينج كذا، بتشوفوا كيف ممكن يتغير البيرفورمانس، تمام، كيف إنه هذا الإشي بيأثر على البيرفورمانس. فإذا ممكن البادينج إنكم تغيروه وتشوفوا كيف بيأثر على البيرفورمانس، بس الآن بدنا نحط البادينج صفر. فهنا برضو لساتنا احنا بسكوب الفور لوب dx equal equal end ناقص start ضرب، لا ضرب صفر معناها ما في بادينج، انتبهوا انا بس في فرصة، ضرب صفر معناها ما في بادينج. اذا مثلا بتحطوا ضرب 1 ضرب 2 ضرب 3 عدد بيكسلز البادينج، هاي ممكن تعملوا لها تونينج. اوكي تمام. اذا هون عرفنا
كم مقدار البادينج اللي بدنا اياه. اذا بدنا بادينج ما بتكون الفاليو هاي صفر. تمام. بعدين بدنا نعمل ابلاي لهذا البادينج على الباوندينج بوكس. فبدنا نرجع على هذول اللي هي الستارت اكس ستارت واي اند اكس اند واي كلها نطبق عليها البادينج equal max صفر او start x ناقص dx. يعني انه يا اما صفر اذا صفر padding او الفرق بين هذا وهذا اذا فعليا كان في padding فبيبين معنا انه بيطلع القيمة هاي هي max. تمام. إذا كان هنا صفر معناها الماكس راح تيجي هي الفاليو للستارت فبالتالي ما بيكون في أي بادينج أبدا. راح نعمل مع الواي عند انتبهوا المينيموم مش الماكسيموم. ستارت ماكسيموم احنا بناخدها بينما الاند بناخدها المينيموم اكيد طبعا لانه احنا بالاند باخر الكولومز. تمام. اللي هي هون الاوريجينال دبليو اند اكس زائد دي اكس ضرب 2. طبعا زي ما حكينا اذا كان برضو هنا حاطين زيرو بادنج راح تكون هاي صفر راح تكون هاي صفر وبالتالي هون راح ياخذ مينيموم بين الاوريجينال ويث او الاندكس. اصغر واحده فيهم هي اللي راح ياخذها فبالتالي راح ياخذ الاوريجينال وما بيكون في عنده اي بادنج على الان. واي واي دي واي الآن بدنا نعمل extract ل region of interest ROI equal من original طبعا بس اللي هي عن من هاي المعلومات اللي حدد لنا اياها bounding box. تمام. من start ل end start y ل end y ومن start ال x لا n x. تمام. الآن عشان نطبق الباكج هاي اللي استدعيناها اللي هي pytest React عشان نطبقها لازم نحدد أربع أشياء. تمام. أو ثلاث أشياء. الإشي الأول اللي هو اللغة لازم نحدد له شو اللغة اللي فيها هذا النص. تمام. تاني إشي لازم نحدد له الـ OAM flag للأربعة اللي هو الـ indicating اللي هو بيبين لنا فعليا انه احنا بدنا نطبق الـ OCR model اللي هم عاملينه باستخدام الـ LSTM Long Short Term Memory Neural Network. تمام. اللي هو احنا يعني بدنا نحدد له انه بدنا نطبق الموديل هذا واللي هو فعليا هم عاملينه بالاعتماد على OCR Reading للكاركتر ومستخدمين فيه الـ Neural Network اللي نوعها LSTM Long Short Term Memory. تمام. وبعدين
بدنا نحدد اللي هو ال region of interest، هل هي single line ولا multiple lines. تمام، يعني بدنا نحدد له إنه التكست راح يكون كله على نفس السطر ولا راح يكون مش على نفس السطر. تمام، فعشان نحدد هدول الأمور في له كود، هات في له داتا شيت. فإذا أنتوا تدخلوا على المكان اللي نزلنا فيه ال OCR بتلاقوا فيه له داتا شيت، وبرضه المكان اللي فيه ال لا هو فعليا المكان اللي عملتوا فيه سيت اب لل OCR بتلاقوا فيه الداتا شيت، وبتبين لكم الكود. تمام، اللي هو ال language وال OEM اللي هي ال OEM الموديل اللي حكينا انه بيستخدم ال OCR على اللي using ال NSTM، والآخر نقطة اللي هي ال PSM واللي هو إذا كان في single line ولا أكثر من line. تمام، فهذا بنحدده بالconfiguration، وهنا بنعمل config نحدد الباراميترز هذول. طبعا لما انتوا تدربوا الموديل انتوا تعملوا الموديل الخاص فيكم، يعني انتوا اوريدي بتدربوه على لغة معينة، فما في حاجة انه تستخدموا هاي الباراميترز لانه ما راح يكون في عندكم اكثر من لغة مدربينه عليها، او اذا كان في اكثر من لغة ممكن انكم تعملوا اوبشن زي هيك، بس اعتقد انه صعب عليكم في البداية انكم تعرفوا اكثر من لغة. تمام، ممكن بالبداية انكم تعرفوا دربوا على لغة واحدة فقط. تمام، بعدين بدنا نعطي الباث اللي نزل فيه الـ OCR. حكينا انه كان نازل عندي انا هون على بالنسبة لي طبعا، فكل واحد ممكن مختلف، بس أنا بالنسبة إلي نازل عندي هون. كيف بدنا نعرف هو وين نازل؟ لما نروح على الستارت نشوف البرنامج الجديد اللي نزل اللي هو مش اسمه. أيوه هذا اللي هو التسر Act OCR، بس نكبس عليه بنلاقي في كونسول، نعمل رايت كليك عليه ونعمل Properties، يبين لنا هون وين نازل. حلو، تمام، أنا بين عندي إنه نازل على هذا المكان، بروح على هذا الباث، بروح على هذا الباث وبشوف هل موجود الإشي اسمه tesseract.exe. بتأكد إنه موجود ولا لا، هاي موجود. تمام، فإذا أنا بدي أخذ الباث هذا وبدي أشغل مين هذا اللي هو tesseract.exe. تمام، فإذا هون بدي أعمل الباث. أول إشي بدي أستخدم الكلاس هاي عشان أخزن فيها الباث. تمام، دوت هي نفسها دوت تسرعت underscore cmd equal ونعطيه الباث r single quotation r single quotation، نعطيه الباث اللي احنا جبناه قبل شوي كان عندنا هون موجود في بحالتي هاي موجود فيها. تمام، بعدين backslash اسم الملف txt file.
الفورم هي حددنا الباث بهذا الشكل. الآن بدنا بالتكست بدنا نعطيه يعني التكست اللي يطلع عنا بدنا نعطيه region of interest بدنا نعطيه configuration اللي عرفناه. دكتور أنا امبارح نزلت البرنامج حسب الباث اللي أنت كتبته، فرحت الآن مش موجود عند التسر أكت دوت إكس إي، مش موجود بالباث اللي أنت بعثت لنا إياه أمس على سكايب. هلا هذاك الباث اللي حطيت لكم إياه إكزامبل، يعني خلص ننزله على الديفولت. إحنا عادي يعني نعمل له أنا انستول وننزله على الديفولت. يمكن افضل هسه اذا ما كان نازل كامل عندك، بس تاكدت انت رحت عليه جوا وما لقيت مش موجود هذول كلهم يعني كلهم هذول مش موجودين. لا كلهم موجودين، بس هذا الملف الدوت اكس مش موجود، يعني في موجود ملفات بس هذا مش موجود. متاكد ممكن تعمل شير سكرين بس نتاكد من هاي النقطه، لانه طالما نزلوا الثانيين المفروض هذا ينزل. لا دقيقة، هو شو اسمه هو الملف؟ تست صح؟ تسر أكت. مش موجود، يعني أنا ببحث في حرف الدي. في الدي. ممكن هاي أبليكيشن 953 السايز تبعه. والله دكتور أكد من السايز هو هيك اسمه طبعا. مش مشكلة بقى ممكن السايز كمان اشوف. لا بس اشوف الاي اكس اي عندك. ثواني بس افتح عليه. هي هون فتح عليه. اي خلاص خلاص تمام. لان انا عمل هايد الاكستنشن انا. ايوه اوكي تمام، لازم يكون لازم تجيب الاكستنشن معه كمان تحطوه. تمام. اوكي فاذا الان بدنا نعرف التكست ونعطيها الكونفيجريشن ريجن اوف انترست والكونفيجريشن. اذا تكست ايكوال تمام تفرجوا كيف. هلا هون احنا شو عملنا؟ ريجن اوف انترست منطقه بالصوره فيها تكست تمام، باستخدام الكونفيجريشن هاي، باستخدام الاو سي ار طبعا، وباستخدام التريند موديل اللي عرفناه فوق، راح تتحول هاي الصورة اللي هي جوا الباوندينج بوكس لأحرف كمبيوتر بهذا الشكل تمام. فإذا الأحرف الكمبيوتر بهذا الشكل هي اسمها تكست تمام. فإذا هون نستخدم هاي الكلاس ونحكي له ايش تمام، ايش بدنا نحكي له؟ بدنا نحكي له image to string، يعني هون هاي الكلاس بتحولنا من صورة تمام، من صورة to string تمام، وبنعطيها ال ROI video of interest، نعطيها ال config. config equal config لأنه هذا الكونفيج باراميتر ضروري نكتب لها كونفيج equal variable اللي اسمه كونفيج تمام. الآن بدنا نضيف الباوندينج بوكس اللي طلع معانا على الليست اللي سميناها result هاي تمام. إذا هنا results.append نضيف عليها الباوندينج بوكس اللي هو start x start y end x end y تمام. بدنا نضيف عليها ايش كمان؟ النص، يعني الريزلت هاي اللي بدنا نخزن فيها، راح نخزن فيها الباوندينج بوكس والنص تبعه. الباوندينج بوكس للتكست
والناس تبعتك، يعني اللوكاليزيشن مع الريكوجنيشن. تمام، الان بدنا نعملها سورتنج عشان لما نيجي نعملها عرض على الصورة كل نص ينعرض على حدة. تمام، لانه ممكن شوي صعبة انه نعرضهم كلهم مع بعض، وهنا بدنا نحط سورتنج عرض كل نص على حدة. اي results equal sorted result، ونعطي key equal one eye configuration عشان sorting صفر. الآن بدنا نطبع هذه الأشياء كلها على الصورة. تمام، يعني إحنا خلص هذا شغلنا، هيك خلص من هون حتى شغلنا خلص من هذا السطر. إحنا هون استخرجنا النص اللي موجود في الصورة. تمام، لكن بدنا نطبعه على الصورة عشان يعني يصير إشي فيجوال، نقدر نتأكد إنه هذا الحكي صح ولا غلط. تمام، فبدنا نمشي على كل الباوندينج بوكس coordinates start x start y end x end y والtext اللي موجود في الريزلت، يعني بدنا نجيب هذا كله. end result تمام، وبدنا نعمل اول اشي print، بعدين نعمل print يطبع لنا اياها هذا التكست برا، يعني يطبع لنا اياها على الـ display من OCR text. بعدين هنا print تمام. في بعض الأحيان الموديل هذا بيطلع لنا ASCII كود، فإحنا بدناش يطبع لنا الASCII كود، فبدنا نعمل له ريموف. تمام، ففقط التكست اللي بدنا إياه يكون تكست عادي، مش تكست ASCII كود. فالتكست هاي ممكن نعدل عليها بس عشان نعمل ريموفينج لأي إشي احتمال إنه يكون هو ASCII كود، بس عشان نكون متأكدين إنه كل التكست اللي طلع هو فعليا تحويل من صورة لنص. strip هاي remove. تمام، يعني هون شو بعمل؟ بكل حرف موجود في التكست، تمام، بكل حرف C سميناه موجود في التكست، إذا كان ال ORD ال value تبعته
الاسكي less than 128 ايش اعمل له؟ strip. تمام، اعمل له ريموف، انه هذا هو اسكي كود. تمام، الاوتبوت الان بدنا نجيب الصوره الاصليه. تمام، عملنا لها كوبي. تمام، اوريجينال. تمام، الان بدنا نطبع عليها الباوندينج بوكس ونضيف عليها التكست على الصوره. cd2.rectangle اللي اخذناها زمان. نمين الاوتبوت، الصوره اللي هي الاوتبوت. تمام، والمعلومات الباوندينج بوكس اللي هم المعلومات هاي. الآن لو بدنا نعطيها اللون والثيكنس زي ما كنا نسوي زمان، 0 0 255. تمام، الآن put text cd2.text. برضو على الاوتبوت وفي اي لوكيشن. اول اشي التكست اللي بدنا نطبع اللي هو التكست، وبعدين اللوكيشن اللي هو نفس اللوكيشن هاد. اوكي، انا بس عشان ما يجي على الباوندينج بوكس وبطل مبين، خلينا نعمل ماينس 20 عشان يجي فوق السطر، فوق الباوندينج بوكس، عشان ما يكون واضح. بس الآن بدنا نعمل الفونت cd2.font underscore هيرشي underscore syntax. نعطي size وال color thickness. نعم، الآن بدنا نعرض cd2.imshow الاسم اللي هي text أو image to أو أي صورة اللي هي الأرض. الآن نعمل run نشوف. الآن بتجيب المودل طبعا هون find بلاين 54. Set input not defined. عدوها عندكم دوت فيش إيكوال، إنه هاي set input هي property للأوبجكت اللي سميناه net. تمام، فهنا net دوت set input، اكتبوها عندكم هون net دوت set input مش إيكوال. كيف هاي مثلا net دوت feed net دوت feed forward نفس الشيء؟ not net dot set input.
X not defined line actually. Time machine, explore data, X, most time, oh, on, let's see, hot X. انتبهوا ان الفور الثانية بالفنكشن اللي فوق الفور الثانية اكسترا تمام، وبعدين في ان غلطة هون الفور هاي جوا الفور الاولى، فهذا كله بدنا نعمله محاذاة تمام. كله هذا اللي كاتبينه احنا هو فورد، هو فورد يعني نستد فورد، انتبهوا لهاي النقطة. هنا برضو هم مش معدلين أسمائهم. data one, data two, data three. Max subscription of PC. I took it this point. Then max suppression. اوكي هاي لازم نعملها import. for بالبداية مش عاملينها import، لازم نعمل from I am utils dot object underscore detection import. Then max subscription.